صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في قناة ملكة كويزين. وش راكم؟ كي صبحتوا؟ شا جبلتكم؟ شا وليداتكم؟ كيفاش راكم؟ إلا راكم نتوما بخير، حنا رانا بخير. فوالا يا حباباتي، إن شاء الله تكونوا بخير، آمين يا ربي العالمين. فوالا رايحين نديرو اليوم ندربل، نديرو بالدجاج باش يجينا خفيف، الدربل اللي يجي باللحم، مانا حنديرو بالدجاج. فوالا غنديرو بالدجاج، طرف تاع الدجاج هاوليك. فوالا غنديرو بالدجاج، غنديرو بالدجاج، الحميصة، الثوم، الثوم، طوماطيش خضرا، طوماطيش، باذنجان نقليه، وحبة تاع البصل باش يجي خفيف. نورمالمون يجيب الثوم، يعني ندير نزيدلو بصل باش يجينا خفيف، وبالدجاج يجي خفيف على واسمو. قطعوا دي غوندال هكذايا ونقلوه هكذا، بقشورو ما تنحوش القشور ديالو، هكذا هكذا نديرو المقلاة تسخن ونقلوه هكذا دي غوندال، هكذا فوالا دي غوندال هكذا، ندربل تاع زمان ندربل. درتولكم داك النهار، درتولكم في الكوشه في دون الفور الفرن، واليوم راح ندير لكم دربل. كل ساعه واش نديره لكم اليوم؟ والله العظيم ما كون في طبسيه خرجت، راح جبت لها لا ريكوموندي. واش نقول لكم؟ وراسي راه مدبدب بس رانا السهر وعندها داك اللي مات ما نطلعوش بكري. واش نقول لك؟ راني راسي راهم هاد اليومين ما جي ريان في، ما نكذبش عليكم، راني مدبدبه قاعيتك، راسي تدبدب نكذبش عليكم. راني شغلي راني نديرو زعما غير زعما هكذاك برك، مانيش طبسيه. انا نسهرو تماك ما نطاش حتى الوحده، وناس الزوج الناس كاع ما يروحوش بكري. واش تحبي نصبروهم والناس كاع راهي تماك، عيب جيران ما نقدوش ما نحبطوش، حنا عرب وكيما كاع العرب قاعيتك واش نديرو. وفوالا دوك نكمل هذه هكذا معاكم ونردو يقلو يتقلى يا حباباتي. فوالا يا حباباتي راني وليت معاكم، هذا ها واش ندير التوابل. فلفل عكري، توم بو تاع لا بودغ، جونجومبغ، كرويه، واش يقولوا له كركمه. فوالا هنايا كنا التوم، الدجاج، حميصه، طوماطيش خضراء، البصل خضر باش تجي هو يجي باللحم. انا حبيت نديرو بالدجاج باش يجي شويه خفيف خفيف، وبصله خضراء يجي خفيف. وهادو هذا التوابل اللي راح ندير له. فوالا ومن بعد لا فان نزيد له شويه حشيش القطفه. فوالا دوكا تيك نسكرفج هاد نسكرفج الاخرى متخلا باذنجان اللي نقلي فيه، هذا نسكرفجو. فوالا هكذا هكذا، باسكو علاش باللحم انا عندي يجي بنين، بصح مع السخانه جاب لي ربي يجي شي ثقيل. يبقى لوغ نديرو بالدجاج على بالي بلي يجي بنين. هذه درتها استيس من عندي، وعلى بالي بلي صدقوني حاجه تاع الدجاج ديما تجي خفيفه وبنينه. فوالا وندير له بصله في وسط الثوم باش يجيني خفيف، ونرد لكم الخبر. انا على بالي بلي يجيني بنين، انا كي ندير حاجه في راسي هادي ما نقلتاني من عند واحد اللي قبات نجل تاع زمان يجيب اللحم. مي انا حابه نديرو بواسمو، نديرو بالدجاج، الدجاج خفيف وبنين. الوغ حنديرو بالدجاج. فوالا هكذا باش يجيني خفيف. فوالا هكذا نديرو الزيت، منديرش بزاف الزيت باسكو على بالكم الباذنجان يتنقلا، باذنجان يتنقلا. هكذا دوك نقليه ونولي معاكم. فوالا بيطي ها هو يا حبيباتي، الاخر راه يتقلى، الاخر راه يطيب. هاي كنحيد فيه الباذنجان، هاولي الباذنجان نحيد فيه، شوفو كيفاش الباذنجان نحيد فيه. هاولي الباذنجان هاولي تقلى وقريب يكمل. فوالا دابا الباذنجان
زيتي تقلاها هكذايا خلي بيك المال. شد اليد ولا غير شد اليد شغلك ما ديريش شدتها غير به فوالا خلي بيك المال القلية تاع الباذنجان فوالا كيتحرحايب مش عارف كيتحرحايب الباذنجان راني بالعقل وراني سكتي بقوني في البالكون وسكتو برك كلش بالتاويل مغطي المقلة مغطية كلش مغطي هنا ويتقلى شوفوا الدجاجة ويتقلى هنايا الدجاجة ويتقلى هنايا باذنجان قريب يخلص نقلى فيه هذا الدجاج ويتقلى من الصباح ويتقلى بالعقة بشي فو فوالا شوف واش درت طلعت البصل الدنيا لهنايا فوالا دوكا تيك دير الطوماطيش طوماطيش مصبره دابو دير الطوماطيش مصبره كاع باش باش دير الطوماطيش مصبره الله يا ربي العزيزه دير الطوماطيش مصبره الطوماطيش مصبرة ولا شوفو هنا هايليك الطوماطيش مصبرة تقلى مع هاد الحالة هادي اللي هي مصبحة ويتقلى هدايا هكدا مازال مدرتش كاع مازال مدرتش الما مازال مدرتش الما راني نقلي فيها هدايا شوفو الطوماطيش معاه كاع هكدا درت انا بصلة والثوم دوك درت الملح ودرت الطوماطيش مصبره فوالا هكذا بصله خضراء والثوم خويت لكم هكذا ودوك نضيف لها طوماطيش طريه هكذا يتقلى ويتقلى في الطبع فوالا شوفوا دوكا ندير لها طوماطيش مصبره هايلي مازال ما درتش لي زيبيس باق غير الملح لي هذا وين درتو الملح دوكا ندير لي زيبيس ولا التوابل كاع دوك نديرهم هاملك هاملك فوالا كرويه كونكوب جونجوم في العكري فوالا هي دبها دبها الكرويه فوالا خليها لا نرقلي لها هكذايا مين تقلى وديك الطوماطيش تذوب شويه نمرقها ندير لها الماء ماء سخون وندير لها الحميصه الحميصه باسكو هي طايبه ندير لها الحميصه الخير فوالا هي بتاع الباذنجان ولا لا سي باذنجان جيم با الباذنجان كي نديرو في دون الفوغ وي مي كي هكذايا نقليه frire dans l'huile c'est un franchement c'est un peu embêtant parce que là c'est assez qu'allébé râpé on a le hal à la belle pour le faire chez tout les précautions de l'alcool comme je de l'alcool bah je à la belle comme ziget oh là 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 je suis pas le temps c'est assez rare ou pas très bien voilà c'est assez ou pas très bien
Voilà, un peu de chiche mkatfa. Voilà. Je vais mettre un congélateur. Hein. Voilà, je vais mettre ton congélateur. Regarde, il est hebbel, il est hebbel. Voilà. هكذا نخلي الطوماطش حتى تدبل شويه هكذا كي تدبل شويه كي تدبل شويه ندير لها الماء سخون وكي ندير لها الماء سخون فوالا هنا نقص لها نار قليله كي تدبل الطوماطش شويه نحط لها كاع ديك هاد الثوم وهاد ولا هكذا أبخي نولي معكم يا حباباتي المهم غير كي تغلي ديرها الحميصه الحميصه قولكم طيبه فوالا ديرها الحميصه باذنجان صايي باذنجان هذه هي الخرانيه المقله الخرانيه اللي تقلي هكذا نتهنى منها ونروح نخدم شغلي باسكو شغلي وقاعد فوالا ما بديتش بكري راح جبت الكوري ديالي اكسيتيرا اكسيتيرا الوغ لا جي با لو طون دي تو دي تو فوالا ويدي وحده ما تصفق الله غالب عليا فوالا هاوليك يجي مجمر يجي مخالف زيدو شويه ملح باسكو الباذنجان ما درتلوش بزاف ما درتلوش الملح الباذنجان كي كنت نقلي فيه الوغ سي في كندير غير الخنيجرة باش يجيني سوا سوا باسكو لو كان ندير الملح ديرو الملح في الخنيجرة وتزيدوا ديروا الملح في الباذنجان كي تقلوه صافا با مارشي دونك ما نغلقش عليها باسكو ما نغلقش عليها فوالا فوالا ما نغلقش عليها باسكو كلشي راه طايب الدجاج دوك ما عندوش روح كيطيب الخف والحميصه قلنا راهي طايبه فوالا هذا باذنجان فوالا باذنجان اللي قليتو هاوليك باذنجان قليتو هاوليك شوفوا هاوليك باذنجان قليتو هاوليك باذنجان مازال الاخر مازال الاخر مقله وحده يتنقل يتنقل وصاي سي بون فوالا هنا درتو في الكسكاس هذايا يتقطر هكذا يا بخي كي طيب كي طيب الدجاج والطعك هذاك الدجاج يطيب الحبيسه باسكو طايبه يا بخي نولي معكم ديروا لداخل فوالا هاوليك هاوليك بالطبع وشان هاو يطيب فوالا هاوليك ما نقطش على الفرنجه ما نقطش عليها فوالا ونولي معاكم فوالا راني ندير في داك الباذنجان فوالا راني ندير فيه وتشوفو فوالا راني ندير فيه طقتو على الملح دابور شتو من الصوص شتلو شويه ملح وهذا ما فيهش الملح هاد الباذنجان قليتو بلا ملح عودو قلوه بلا ملح لا تاخذوا راي قلوب لهم باش ما يجيكمش مالح باسكو الباذنجان الا درتو له الملح كيف في الباذنجان كي تقلوه وتزيدوا ديروا الملح داخل داخل لا كوكوت صاي صاي يجي على بالكم بلي بلا ما نقول لكم يجي يجيكم مالح باسكو يخطف بالخف الملح الواسمو هذا الباذنجان هذو لي زوبيرجين يخطفوا بالخف الملح الوغ راني نقول لكم نوصيكم ونعاود لكم فوالا هذا هو هاني نحيد هذا هنا نعمر بالزيت هكذا نعمر بالزيت وعلى دوكا شوفو هي من رقتها درت لها حبة فلفل خضرا حبة فليفلة دوك نخليها هكدايا توسي شوية تتجمر هكدايا يا بخا كي ديك لاصوص تاخذ فيها هاد الباذنجان تدخل فيه بيان هكذا هي بخي نطفي لها وندير لها شيش مقطفه من فوقها هذا هنا فيها الحميصه وعلى بالك واش تبقى بلا حميصه ودات لها حبه فلفل على الداخل فوالا هكذايا الحميصه طايبه نقولها لكم نعاودها لكم دوك جا ما شاء الله ما الملح ما نقول لكم كي تقلوه جامي جامي هاني نستحبها لداخل الزيت بصح ما نديرهاش هي شبعه الزيت منديرهاش بعد زيت صدقوني كي تقلوا باذنجان وما ديرولوش واسمو ما ديرولوش الملح قلوه من الصوص هكذاك صامط ابخي كي تقلوه صامط
ديرو غير داخل لا كوكوت داخل الطنجره ديرو الملح يجيكم ما شاء الله. مي لو كان ديروا الملح منا ومنا في داخل الطنجره وتزيدوا ديروا كيف داخل الباذنجان دون لي زوبيرجين وبات لو سان سي لا كاتاف. فوالا هاي فجت الحر انا حاغسلها لما عن كاع غسلتو مازال هذيك وروح نطاكي الشغلي ومن بعد يا حبابي نولي معاكم. فوالا حبابي انا طفيت عليه وانا حندير له شيش مقطفه من الفوق هاوليك تاع ما عنديش طري هذا مي درتو في كونجيلاتور. فوالا هاوليك هكذا ما يحبش يكون كونجولي مي بون انا با لو شوا. فوالا هكذا هاوليك طاب جا ما شاء الله جا ما شاء الله صافي نبارطاجي معاكم. فوالا هكذا من بعد كي نكمل راني نوريهولكم يا حباباتي. فوالا اسمع تفكمش القارص نسيت لازم تعصروا القارص ماهوش ميدم تشوفوا برك هكذا باسكو الزيت غير تاع القليان من داخل الطنجره صدقوا لي ما درتش الزيت غير واحد زوج مغرفات والملح اللي قلت لكم نعاود لكم كي تقلوا ما ديروش الملح جامي ديروا الملح كي تكونوا تقلوا في باذنجان ديروا الملح غير داخل الطاجين اي ابخي يجيكم جو 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 سي يجي عسل باسكو كاين اللي يدير لو كي تقلى ويدير في الطاجين يجي واش نقول لكم ما تقدروش تجرعوه مي كي واش راني نقول لكم انا صدقوني دوك راني نقول لي يعرف لي ما يعرفوش لي يعرفوا هذيك دا علينا مانيش نخلط الطراشن والسرابت راني نقول حاجه واضحه. فوالا فوالا واش نقول لكم يا حباباتي يعطيكم الصحه لكم تبعوا فيا تبارك الله فيكم واشتركوا في القناه وش نقولوا اشتركوا في القناه ابوني فو ا ماشين ملكه كويزين واش بقى نقول لكم والى اللقاء ويلحقكم كل جديد ان شاء الله.